السلام عليكم. مرحبا بضيوفكم الكرام، مرحبا بضيوفكم الكرام الاعلاميين وجمعيات محبي فريق المغرب الفاسي، ومرحبا خصوصا المدربين سي عبد الغني الناصري وسي رشيد الطوسي واعضاء مكتب الفريق برئاسه مروان بن نادي. هذه الندوه الصحفيه ومناسبه ايضا تحيه رشيد الطوسي. خلي الكلمه للرئيس مروان بن نادي يعطي كلمه الحق سي رشيد الطوسي اللي قدم لنا سي عبد الغني الناصري المدرب الجديد ديال فريق المغرب الفاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الجميع الإعلام والصحافة، أيها الحضور الكريم، يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مكتب المسير وكل مكونات النادي أن أتوجه بالشكر الجزيل للإطار الوطني المقتضى السيد رشيد الطوسي على ما حققه من ألقاب خلال الموسم الرياضي 2011-2012 والممثلة في كأس العرش، كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس الممتازة، وهو إنجاز تاريخي كبير أدخل الفرح على قلوب الجمهور الفاسي خاصة والمغربي عامة، وجعل فريق المغرب الرياضي الفاسي يحتل مرتبة مشرفة على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإفريقي. ونحن اليوم نحتفل بالسيد رشيد الطوسي اعترافا بالخدمات الجليلة التي قدمها على رأس الإدارة التقنية للفريق لمدة موسمين. وبهذه المناسبة أطلب من الحضور الكريم أن يقف وقفة إجلال وتقدير وتصفيق له بحرارة. إن سنة الحياة تقتضي أن يكون لكل شيء بداية ونهاية، وها نحن في هذا اليوم المبارك سنودع السيد رشيد الطوسي ونتمنى له التوفيق في مساره المهني، ونرحب في نفس الوقت بالإطار الوطني المقتضى السيد عبد الغني النصيري الذي سيقود سفينة المغرب الرياضي الفاسي خلال الموسم الرياضي الكروي المقبل، وهو إطار غني عن التعريف. اشتغل في فرق وطنية وخليجية وقاد المنتخب الوطني إلى نهاية كأس إفريقيا في 2004 بتونس إلى جانب المدرب الوطني السيد بدو الزكي. فباسمكم جميعا نتمنى للمدرب الجديد السيد عبد الغني النصيري التوفيق في مهامه وأن يكون خير خلف لخير سلف. والسلام عليكم ورحمة الله. أعطيه الكلمة للسي رشيد الطوسي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني اللي قضيت معاهم أحلى أيام الكروية والرياضية، تظهر لي بأنه ما تبوتنيش بالنسبة لي كذلك فرصة باش نشكر المكتب المسير فريق المغرب الفاسي على الثقة اللي وقع فيها هذه سنتين، وعلى رأسهم السيد الرئيس مروان بن نادي وكل أعضاء المكتب أكثرهم اللي كانوا بجنبي كثير، سي عبد الحق المراكشي والسيد الزعيم
فأظن بأنه كاين واحد الحاجة ما كتقاس الثمن وهي المحبة ديال الإنسان الإنسان. فالمحبة أظن بأن ديالي ليكم وديالكم هي متبادلة، وهاد المحبة مع عمرها ما يحيدها أي شخص كان هذا، خصوصا بالنسبة للجمهور الفاسي وكل الفاسي موجود هنا، فمحبتي كبيرة. وأظن بأن الذكريات اللي عندي حتى بالمزيان ديالي غتبقى لصيقة بكم أكثر، لأن يعني اللي إن شاء الله أنا كان أي واحد فاسي مرحبا به في داري في أي وقت فوق ما جا، وخصوصا القصور ديال الفريق المغربي الفاسي، تشوف بأنه الذكريات اللي أكثرها واللي شافوها على السي الرئيس كيكون كلها عندها علاقة بمدينة فاس، خصوصا مدينة فاس وفريق المغربي الفاسي. فأظن بأنه هذا الشيء ماشي ما جاش من عادات، جا من منطقة، جا من عمل، جا من شغل، وهذا العمل شاركوا فيه الناس، شاركوا فيه الرجال. وهاد الرجال اللي كنشد بحرارة على يديهم، هو أولا الطاقم التقني والطاقم الطبي، وتسمح لهم تذكر الأسماء لأنه فعلا هادوك رجال، ورجال بمعنى الكلمة يجب الثقة فيهم، لأنهم اللي تقريبا كانوا ساندوني، لأنه ديما كنت يمكن نوصل، لأنه كان هناك فريق عمل متجانس متكامل. سي محمد الشهابي واللي تنتمنى باش تصفقوا ليه بحرارة. سي عبد الحق الكتامي كذلك. سيد محسن الدرعاوي، دكتور في الدور، سيد محمد حلال، سيد الكفالي، سيد زكريا، سيد عمول كذلك الموجود معنا. الجمهور بخاف عليهم كيبانوش، ولكن دائما هذا زبيده كذلك اللي موجود وسي عمارة وسي سي عبد الغني وسي سي ناصر كذلك. فكنشد عندهم حرارة يمكن في لقاءات سواء كانت مع السيد الرئيس رسميا، لأنه كما قلت للسيد الرئيس أنا أعتبرني واحد من الفيدال ديالك ومن الفيدال ديال الفريق المغربي الفاسي، فكنعتبر راسي بدون هذا بدون أي مقابل، أنا مستشار في أي لحظة لمكتب الفريق المغربي الفاسي وسيد الرئيس الفريق المغربي الفاسي. فأظن بأنه فريق المغرب الفاسي فريق عريق، فريق كبير، فريق له تاريخ كبير، وفريق كيشتغل كذلك حتى في القاعدة، والقاعدة اللي بينت بأن الحمد لله الأهداف اللي حققناها جات من العمل اللي كان، وكانت هناك استمرارية، وهذه الاستمرارية مضمونة كذلك مع أطر في المستوى، واللي دائما كنتواصل بينه وبين مدربين في المباراة الأخيرة لعبوا لاعبين شباب، اللي هو السي عبد الفتاح حياتي والسي صناجي كرئيس ديالها. فهناك جمعيات كثيرة ديال المحبين كثيرة موجودة معنا هنا، أظن بأنها ساندتنا، فكنشكروا بهذا كل اسم ديال المحبين، ما يمكنش نذكر الكل، ولكن كلكم راكم مشكورين، كل واحد على اسمه، سواء جميع القراويين، فاطر تايجرز، كل، وكذلك لازم الشكر بالنسبة للصحفيين، كذلك على المجهود اللي قاموا به معنا يعني بواحد الشكل يعني كبير وكبير جدا، لأنه دائما كانوا كيساندونا، دائما وراءنا، دائما جنبنا، أظن بأنه لهم كذلك واحد البصمة قوية في تألق فريق المغرب الفاسي من جهة الفريق المغرب الفاسي، فنصفقوا الصحفيين ديال مدينة فاس. وكذلك هناك مولود جديد، أظن بأنه هذا المولود الجديد أظن بأنه هو سابقة في الكرة المغربية، أظن بأنه ساندنا كذلك في المباراة الأخيرة، ويجب كذلك باش تعطيه يعني الوقت باش يمكن له يزيد في يعني في المهام ديالو، وأظن بأنه غيكون واحد السند كبير هو المساويات. كثير عليا ما نسيت حتى شي واحد، ولكن هناك واحد النقطة جد مهمة، وهذا بالنسبة لنا خص الثقافة واحد، وهناك نشد بحرارة على السيد الرئيس اللي قام بها، لأن بغي نغيروا الثقافة ديال الفرق مع أي مدرب كيف ما كان النوع ديالو، لأن الثقافة ديال القدوم ديال المدرب دائما كتكون تتستقبل بالعناق وبالورود وفي الذهاب ديالكم، فأظن بأنه هذه بادرة محمودة، وهذه يمكن المغرب الفاسي يمكن غادي ياخذ فيها يمكن نقاط إضافية أكثر. ففعلا لأنه تبقى دائما في مدينة فاس مدينة ديال العلم، مدينة الثقافة، مدينة ديال الصواب، وهنا بين بيننا كان الصواب والصواب وأنا كما كنعرف بأنه الحمد لله
اللي غادي يكون السفينه واحد زميل واحد ثبت على الوجود ديالو جدارته مع المنتخبات الوطنيه مع الفرق الاعلى، واكيد بانه غادي نعطيه مشعل وغنبقى دائما مساند بجنبه ان شاء الله باش يركب القطار وهذا القطار ديال التحدي باش يستمر في نفس التالق ان شاء الله، لانه الحمد لله السعد الناصري كذلك يعتبر من الاطر الكفاءه الاطر التي يعني ابانت عن جدارتها في الكره المغربيه. فهنيئا لكم السعد الناصري ان شاء الله، وهنيئا للفريق المغربي الفاسي، وكذلك اعضاء فريق المغرب الفاسي كما اعتبر راسي عضو دائم فريق المغرب الفاسي اذا سمحتم ان شاء الله باش المسيره فريق المسيره تستمر وانا معكم قلب المقابل ان شاء الله. دورنا تنشكرك الكلمه ديال السي رشيد الطوسي، يعني كواحد من الصحفيين الاعلاميين في مدينه فاس تنشكرك على المساهمه ديالك وعلى روح التعاون اللي كانت عندك في التواصل. بهذا الخصوص قبل ما ندوز عند الاطار الوطني السي فرني الناصري، خلي الكلمه للقيدوم الصحفي في فاس السي انس الحريشي كيقول شكرا. بخصوص انا صحفي يعني اللي كتبها ماشي ديال الخطب، ولكن تاثرت كثير بهذه الجلسه هذه، وانا سنجد المباراه ديال السي مروان الجناني اللي غامر في هذا الميدان ويعني ادى النفيس وكذلك الوقت ديالو مع اتحاد العائله ديالو باش يجي لفاس، وربما الا شفنا السياره ديالو غادي يفر الكونتور ديالها يعني جاوز واحد العدد كبير من الكيلومتر باش يجي لفاس والبيضاء. والحمد لله انا تنظن على انه اول يعني سبب في هذا النجاح هو انه نيته صالحه، دخل واحد الميدان بدا المجهود بكل على الله ونجح الحمد لله وحقق انجاز اللي ربما غادي يعكز واحد العدد من الناس اللي طامحينه باش يجيو المغرب الفاسي، لانه ثلاثه كؤوس من مستوى عالي حصل عليها في يعني في يعني عام واحد، هذا شيء كبير. بالنسبه للسي رشيد الطوسي، السي رشيد الطوسي يعني تنشكروه تنحيو فيه روح ديال التجاوب والتواصل وعمره ما بخل علينا، بالعكس ديال شي مدير السبور وسمحهم الله ما كانش يتواصلوا معنا، ولكن السي رشيد كان ديما فاتح الباب معنا، هو خاف يعني في الصراء والضراء وكان ديما تيواجه وتيتواصل معنا. و نبغي باسم الجمعيه الصحافه الرياضيه يعني نحييو السي رشيد الطوسي على المسار ديالو، نتمناو له النجاح في فرق الجيش المغربي فيما يخص الندوه ديال اليوم. كذلك حنا تنعتزوا بهذا المبادره ديال السي مروان واختيار ديالو الاطار الوطني، وهذا تيدل على انه في المغرب كاين كفاءات يعني عاليه تتشرف المغرب، وتبقى انه تعطاها الامكانيات اللازمه باش ينجح. وفي الختام تنتمنى يعني حظ سعيد السي رشيد الطوسي في المشروع ديالو ديال الجيش المغربي، وتتمنى حظ كذلك السي الناصري، وشكرا. سي انس دورنا كان مرحبا بالسي عبد الغني الناصري الغني عن التعريف، عشنا مع الملحمه ديال 2004. سي عبد الغني الناصري مرحبا بك، والجمهور كيتسنى وصاحبك الكلمه ديالك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل كل شيء طبعا الانسان كيفتخر على انه يكون على راس الطاقم التقني لفريق يعني بمستوى المغرب الفاسي، التاريخ شاهد على لاعبين كبار على مسير كبار، اعتقد بانه فخر واعتزاز على انه يكون على راس الفريق يعني الطاقم التقني. اعتقد بانه المشعل يعني كما تكلم رشيد الطوسي لن يكون سهلا له انجاز في يعني تاريخي بالنسبه للمملكه وبالنسبه للنادي المغرب الفاسي، اعتقد انه لازم ان نبذل مجهود اكثر واكثر كلنا على الكره المغربيه حتى نساير الاوراش يعني التي يطمح لها الشارع المغربي وجامع الملك المغربي لكره القدم ورؤساء الانديه اللي كيحاولوا انهم يطوروا كره القدم. و
ولكن تيبقى لي انا بالنسبه له بالنسبه لي شيء مهم. لما نتكلم على انجاز او نجاح فلازم وراء هذا النجاح او الانجاز كل عظيم وراءه امراه. اذا بمعنى او باخرى طبعا لازم هناك تلاحم الجهود، تكاتف، يعني تبادل الاراء، التواصل، فكلها يعني عبارات يعني مهمه، ولكن لازم تكون عند صبغه يعني فعاله وواقعيه باش يمكن يكون الانجاز. تنظر الانجاز ما يكونش على ان انسان واحد غير يحقق واحد الانجاز، طبعا هناك تعاون من طرف المكتب المسير، من طرف الصحافه، من طرف يعني مجموعه من المكونات الفريقيه باش يمكننا نديروا واحد الانجاز. ولكن بالنسبه لي شخصيا انا طبعا جئت الى نادي المغرب الفاسي وانا حامل لي 27 سنه من التدريب كره القدم. بدات التدريب سنه 83، يعني من اصغر المدربين في المغرب انا ذاك، يؤطر في الدرجه الاولى نادي الشباب المسيره سنه 1985. انتقلت الى غيني الاستوائيه كمدرب وناخب وطني لمده 3 سنوات، يعني اشتغلت على مستوى عالي ضد يعني مدربين كبار، يعني كلود نوروا في افريقيا، يعني كل هذه على مستوى منتخب المغرب، الشبان الاولمبي والكبار. فاعتقد انني انا جاهز، واتمنى أننا كل هذه التجربه ان اسخرها لنادي المغرب الفاسي في هذه الفتره. طبعا المرحله صعبه جدا لان هناك انتقالات بعض اللاعبين، هناك تغيير يعني، ولازم الانسان يكون واقعي في نفس الوقت. الطموحات بالنسبه للجمهور طبعا تتزايد لانه يعني كان يعني مرتاح، يعني هذا شيء طبيعي جدا، ولكن لازم ان المدرب الجديد مقارنة مع المدرب القديم، لأن كل واحد له تعامل وكل مرحلة من المراحل هناك مراحل عمل طبعا. فلا يمكن على سبيل المثال أن في ظرف زمني شهرين أو 13 أن نحصل على إنجازات، طبعا يبقى لازم أن الظرف الزمني مهم جدا، ولكن تبقى دائما هناك فلسفات، كل مدرب له طريقة تعامل يعني شخصية، فهذه الأمور كلها تختلف. ولكن صراحة بتنسيق مع الإطار رشيد الطوسي والعلاقة الطيبة التي تجمعني بهذا الإطار، فسيكون هناك دائما تواصل، وفي خاصة في المرحلة الأولى، ولكن يكون الاعتماد أكثر لأقرب الناس والطاقم الفني. وهذه الأسباب التي جعلتني لأن لا أغير ناس ساهموا في الإنجاز، فلا يعقل على أن ناس ساهموا في هذا الإنجاز ويكونوا خارج يعني التشكيلة الطاقم الفني. فحاولت قدر الإمكان بحديث مع رئيس الفريق وبعض المسؤولين لأنه لازم ومن الضرورة الحفاظ على هذا يعني الطاقم البشري الذي ساهم في هذا الإنجاز، وهذا سيساعدني أكثر في المرحلة الأولى على أساس أتسلم الأمور رسميا وتبدأ المشوار. إذن لن أطيل عليكم كثيرا، بصفة أو بأخرى هذه هي الخلاصة، وطبعا سيكون هناك لقاء مع الصحفيين وأنا رهن إشارة الجميع على أساس باش يمكن لنا أننا نشوف الطريق صحيح من البداية إن شاء الله. التوفيق في المهام ديالك، وبهذا الخصوص بغينا نعرفوا من سي عبد الحكم راشي التدابير اللي عديتو باش توفروا الظروف لسي عبد الغني ناصر للعمل ديالك. اولا شكرا اسمكم اسم جميع غيورين على فريق المغرب الفاسي، الصحافه اللي متواجده معنا اللي كتواجد فريق المغرب الفاسي تكفينا لهم التقدير. تنشكر السيد رشيد الطوسي على العمل الكبير اللي قدموه لفريق المغرب الفاسي. نكمل الكلمه ديالي شكرا. نكمل الكلمه ديال الشكر على السي كمال، واللي عنده شي سؤال مستعد نجاوب. فهمتي؟ نكمل الكلمه ديالي، واللي عنده شي سؤال اول سي انس حريشي. لا عندك شي حاجه نجاوبك عليها. تنشكر السي رشيد الطوسي على العمل الكبير اللي قدمه لمدينه فاس وفريق المغرب الفاسي. وترحب اسمكم اسم كل مكونات المغرب الفاسي سي عبد الغني الناصري. وتنقول سي عبد الغني الناصري العمل ان شاء الله غادي تشارك فيه المدينه كلها، وحتى الضغط وحتى الثقل ما غادي يكون على المدرب وحديته، لان حنا واعين بالمسؤوليه، تنقدروا لا من داخل المكتب ولا من خارج المكتب،
العمل وتنعرفوا مقومات النجاح. مقومات النجاح عده، ماشي شخص واحد اللي غادي ينجح او ماشي شخص واحد اللي غادي يفشل. فاذا كان النجاح فهو عمل جماعي، واذا كان الفشل فهو الجميع، راه ماشي شخص واحد. وخير دليل هو التهنئتين المتتاليتين ديال صاحب الجلاله نصره الله، فشمل بالتهنئه ديالو كل مكونات النادي جماهير كلشي، يعني ان النجاح راه مساهم فيه الجميع، واذا كانت شي حاجه لا قدر الله راه مش مساهم فيه الجميع. حنا تنقول لك مرحبا بك، وهذه سابقه شرف عليها السيد مروان بناني رئيس الفريق، سابقه في تاريخ يمكن الفرق العالميه، لان ما تنذكرش ولا كيتذكر معايا شي واحد بان مدرب رئيس جمع مدربين في حفل واحد، في حفل. هذا هو ارساء ثقافه ديال الرياضه، استمرار رشيد الطوسي العقد ديالو سنتين والتوديع ديالو في حفل اللي فيه ارتباط مدرب جديد ربان جديد لفريق المغرب الفاسي هو سي عبد الغني المصيري. ايضا كلمه للكاتب العام. شكرا للصحافه ولجميع الدائره ديال المغرب الفاسي من الادارات المصريات الجمعيات، ما ننساوش السي الشعب ديال النصر اللي دابا خدام عنده واحد دو تخوا جوا الحمد لله المغرب الفاسي. وكنشكر السي رشيد الطوسي على السنتين اللي عطى المغرب الفاسي من القلب ديالو باش يجي يبتسم مدينة فاس من بعد 22 سنة. هذا راه فريمون سي ان اكسبو. تنشكر اولا هو الرئيس مروان بناني على البرمجة ديالو اللي جا بها على 4 سنوات، الحمد لله اداها ودار الثقة في التلموسية ديالو، دار الثقة في الجمهور ديالو، الحمد لله اعطى واحد قيمة لمدينة فاس والكرة الفاسية. وما عندي ما نقول اكثر من هادشي، لان موسي سوي ايمي باغ رشيد الطوسي دو سون ديبار. ترحب بسي عبد الغني الناصري اللي تا هو مدرب كبير. قبل ما نعطي الكلمة للصحفي نبغى سي رشيد الطوسي يقول شي جوج. جيتي تو طافي ايمي كما قال سي رضا الزعيم دابا، كنت متاثر ولكن تنبغي نسمي اسماء مسميات خصوص الحضور الكريم. اكيد بان صاحبي نجيبو كل ما قدرت في السمي ديالهم، ولكن رؤساء الجمعيات نقدر نذكر، لان كاين جمعيات اللي كتراسها السي ادريس العادل وكان السي جا جمعيات كذلك اللي كلهم اخوان كاملين اللي كانوا مساندين. ولكن ما ننساش الجمعيات ديال المحبين اللي كانوا دائما كانوا معنا، واللي الجمعيات ديال القرويين السي فلاني، الجمعيات ديال فاطرتيك والسي عبد اللطيف والسي عثمان كظن اللي ساندونا، ما ننساوش بلبل كذلك اللي كان دائما ساندنا. راه من الفوق ما تنساش التواضع، من الفوق حتى لتحت غساله كما تنقول، حتى الزعر ما ننساش الاهميه اللي قام بها كذلك مع زكريا، وهذا كان مكلف بالامتعه، مكلف الشرط الماتيريال، لان كل واحد عنده المقام ديالو. والاصدقاء اللي كانوا دائما تيكونوا معايا، لان كما تعرفوا كان واحد الستريس علينا كبير بزاف، ملي كتلقى كذلك هذا رئيس الجمعيه اللي هو السي الشوح والسي عبد الرحيم كانوا دائما بجبنا حتى في وقت السراء. وما ننساوش جوج الخوت اللي كانوا بجوج ديالي، واحد اليمين وواحد اليسار، يوسف جنان والاخ ديال الاخ ديالي خالد فانطان، فتيجر لي بانه انا مصاحب جميع الشرائح الحمد لله، راه تقدر من ناحيه لهنا وهذا كتبين. هذا غير تنطلب لكم كلكم هاد الناس تكملوا في نفس الحب ديالكم، ما صعبكم كتحبوه، ولكن كملوا في المسانده ديال السي الرئيس مروان بناني كلكم كصحفيين، لان البرنامج ديالو طموح وغادي يوصل لك الشيء اللي بغى ان شاء الله، لان هو الحمد لله انسان عنده حس مقاولتي وانسان عنده تفكير، ولكن خص لسان هو انسان سيتون دو تمبيرامون، ان موم دو ديفي، وغالبا ما كيلقاو دو بليزون دو ديفي، انسان سافري ولكن انسان بور لا بون كوز، يفو توجور لو سوتوني، يفو لو كومبروندر لانه باغي يوصل ان شاء الله للمغرب الفاسي، والدليل ها هو، كملوا ان شاء الله وزيدوا ساعدوا وزيدوا ساندوا، خصوصا راه كيختار الا المزيان، سواء معاه كمسيرين كيختار الا كما تيقولوا المميزون، ولا كطاقم تقني. اظن بانه هذه كانت كذلك، وهذه كيتزاد كذلك ريحة الصدر ديالو، شنو نقول لها راح بالصدر ديالو، لانه كيسمع كان كيسمع ولكن كيعرفش كيدير. فكما قال لك سعد الناصر راه طلب الطاقم، طلب منه كذلك باش ضمان استمراريه باش يستمر الطاقم، ياك السي مروان.
يستمر الطاقم، لانه الطاقم التقني كذلك في الاستمرار ديالو غادي الركائز بقاو الثوابت بقى دائما ثابته، لان فريق المغرب الفاسي عنده رجال، عنده تاريخ، عنده هذا، وهذا هو اللي غيستمر ان شاء الله في الفريق المغربي. رشيد الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم. ادريس العادل، رئيس الرابطه المغربيه الصحفي الرياضي لجهه فاس، والمان الصحفي بجريده رساله الامه. اولا تنشكر المكتب الروسي للفريق المغربي الفاسي على هذه المدينه اللي هي استثنائيه بحقيقه، اللي لم نعتدها من خلال كذلك تقديم وتوديع المدرب الجديد وتوديع المدرب المغربي القديم، ولكن غيبقى كما قال ساكن في اعماق المغرب الرياضي الفاسي. هذا ارسال لثقافه الاعتراف، الناس اللي تقدموا خدمات جليلة، وبالتالي انه الرخ الفاس والمغرب يعني بشكل عام، هذا يعني هذا الاكسبلوا يعني هذا الانجاز الكبير في ظرف قياسي. اذا انا كنشكر المكتب على خصوصي الرئيس وجميع الاخوان حتى الاعضاء اللي كيبدوا انجاز كبير. بغيت نذكر واحد المساله اللي هي اساسيه، وانه واحد الخطرات وهي مناسبه، لانه الناس الاولى كما نقول ذهب، لانه ذاك المجال مفتوح، لان هناك في فريق المغرب الرياضي الفاسي ما اسميه شخصيا الانفلات الاعلامي. هذا الانفلات الاعلامي طالما ذكرنا عليه، وانا اسميه بين قوسين، لانه كنا كنذكروا عليه تنقول بان يكون هناك مخاطب مع الصحافه، الحمد لله السعادي دابا الان احنا اسستوا لهذه المساله، ولكن كنشوف مازال هناك مجموعه تاع المسائل، لانه تفاجئنا كلنا بان التقرير المالي مؤخرا صدر بجريده قبل ما يتقرا، وهذا شيء خطير. مكتب انت عنده واحد القيمه كبيره، وانا شخصيا لان احنا كصحفيين ما كنتعرفوش احنا كصحفيين فقط، لاننا جزء من المغرب الفاسي، جزء من المدينه، وبالتالي كنحسوا حتى حنا بكل ما يقع، وبالتالي هاد الناس اللي خصهم يكونوا مسؤولين مسؤوليه في المستوى الرفيع، باش هذه الاسرار نتاع الفريق المكان ديالها هو الجمع العام، والجمع العام راه كلشي عبر الراي نتاعو، وكاين اللي عبر الراي نتاعو وقوي الراي نتاعو، وكاين اللي تحفظ الى اخره. هذه المساله كرئيس نتاع الرياضه الفاسي السي مروان نتوجه لكم باش تعودوا حد لهذا الشيء، وبالتالي انا هذه المساله اللي انكم توثيرون كذلك الصحافه الفاسيه في كل المسائل بهذا الباب، هذا شيء مهم جدا، لان فريق المغرب الفاسي هو فريق مدينه فاس، وبالتالي المغرب بصفه عامه. هذه ملاحظه اساسيه كنت غنقولها، ولكن الان وضحتها في هذا السياق. الاسئله تاعي باش ما نطولش باش نخلي المجال للاخوه الاخرين، هي انه مده العقد مع السي عبد الغني الناصري وقيمه هذا العقد. والسؤال الثاني، شنو هو الجديد في فريق المغرب الرياضي الفاسي من حيث اللاعبين؟ الناس هنا ان عدد من اللاعبين انهم ضروا الفريق، وبالتالي كما قال السي الناصري في التدخل تاعو، هناك مغادره تاع مجموعه تاع اللاعبين، غادي يشكل واحد الفراغ، غادي يشكل واحد نسبه الفراغ، شنو هو التعويض تاع هاد اللاعبين؟ شكرا السيد الرئيس. خير، اقول نجاوب على السؤال الاول عن الانفلات الاعلامي. Vous avez parfaitement raison, mais malheureusement, Sahafi, les كرئيس وقصلي الكرامه ديالي والشرف ديالي، حطينا شكايه في هذا الصدد ضد جريده المساء باش ردوا الاعتبار ديالنا. ثانيا، قيمه العقد ديال مع السي النصيري سي كونفيدونسيال كو في كونترون اللي درناها، درنا بحال هذاك الشيء ديال كاريتس، حتى حنا بغينا كونفيدونسيال. فوالا كاين شي سؤال اخر بالنسبه للمده، سنتين وبالنسبه للاعبين جداد. كان عندي اجتماع مع السيد المدرب السيد النصيري، وعطانا اقتراح في المكتب ديالي
نحسمو في هاد الهدف هاد النهار كبير ثلاث في هاد لي 48 اور تلقاو دي كونترا جداد على ديرو وجوه كي سون على اوتور سو ديال ممشى واحد تبغى نجيبو محسن فوالا on l'a vendu dans une transaction qui est quand même intéressante pour le club. Alors, on a pris le Smahaji pour Dina 1 800 000 Ziyada et je pense qu'on a fait une très bonne transaction. C'est le contrat contradier. Ça va, bon. واحد سميتكم الله يخليكم واحد النقطة النظام علينا ندوة صحفية خاصة بالصحفيين الله يخليكم بداو نكملوا مع الصحفيين وإن شاء الله ندوزوا معاهم. كمال عابدي إذاعة أم إف إم. سؤال سي طوسي شيف واحد واحد سي طوسي تفضلنا على العقد تاع غادي يسالي حتى لوطخون بمعنى واش غادي تكمل حتى المقابلة الجاية توصي المصاري ولا ما غاديش تكمل. سي بناني شنو قررتي في الاستقالات ديال الاعضاء؟ يعني شكون اللي قدمتي له الاستقاله وشكون اللي ما تقبلاتش الاستقاله نتاعو؟ من بعد الجمعيه العامه اعلنتيش على اهداف الفريق او شنو هو البرنامج ديال الفريق واش غادي يلعب على عده واجهات ولا شوف على حسب الفريق والاهداف نتاعو. السي النصيري كذلك شنو هي الاهداف اللي خططتي او رسمتي مع الفريق؟ وسي سي مراكشي طيب خالد من غادي نسولوه على شنو الدور ديالو وعلاش جالس لان كنا عارفين انا حكم استقالته ومازال ما خرج حتى شي حاجه في شي جريده رسميه ولا شي ديكلاراسيون بانه ما تصدرتش الاستقاله تاعو. تكذبات ما خريتهاش تكذباتي ولا نعم دونك هادو هما الاسئله وسمعنا واش بصح غادي يكون الطاسي والنصيري في الماتش الثاني بجوج مدربين. بغيتي نقرا الاسئله كلها ما زاويه. هذا علاش ما قريتيش الرابور داك الجمع العام ما قريتيش التكرار الادبي وقريتي الكريم. كملوا في الصفحه الفرنسيه كمان. في مارس دائما كما قلت كاين هناك تحذير باش ما ننسى حتى شي واحد لانه هناك دائما كتفكر شي ماشي كتفكر لان كتجي مرتبطه بزاف لانه كاين هناك بعض الجنود خافه اللي كانوا دائما كيكونوا معنا في فينا العيون مشاو معنا ما نساهمش واخا هذاك لانهم هذوك تيبغيو المغرب الفاسي وعرفهم من المغرب الفاسي وطلعت والله في المغرب الفاسي سي بوكيلي وفؤاد وبخرطة ما نساهمش ساهم كل واحد تعطي حقه تيبغي وتيمشي ومساكن فيما مشينا كنلقاهم وانتم راكم تعرفوا المسألة ف تيضربي في مقصد السؤال أكيد بأنه قبل ما نعرف بأن السي عبد الغني الناصري جاي وكتعرف بأنه دائما عندي ارتباط مع السيد الرئيس وكذلك باستشارة مع الطاقم التقني اللي معايا السي محمد شابي والسي محسن دراكوس من المرحلة ديال التهيئ والسي عبد الحق التامي عندنا برنامج حتى 33 في الشهر يعني برنامج ديال الاعداد اكيد بان ملي كدير مختار برنامج ديال الاعداد ولكن كتبقى صاحيه حاليا ملي كاين مدرب جديد باش يشوف الا غيكون فيه شي تغييرات لان كما قال السي عبد الغني كل مدرب عنده يعني فلسفته في يعني في التحضير كل واحد مع العلم بانه كان كذلك تواصل بيني وبين السي عبد الغني النصيري هاتفيا واكيد بانه ضربنا موعد باش ان شاء الله نجلسوا ما نكونش غير بالهاتف وهذا هذه الحقيقه باش نجلسوا فاكيد بانه تزامنت يعني الوجود ديال السي عبد الغني النصيري مع المباراه فمن بعد اكيد بان اللي غادي يطرح المساله السيد الرئيس والسيد الرئيس في الاجتماع الاخير اللي وضعناه اكد بانه سوف ابقى بجانب زميلي وصديقي سعد بن نصير ولكن قياده المباراه اكيد بانه المباراه ديال تلعب من شوطين فلا يعقل بان المدرب يلعب شوط والشوطين يلعب مدرب اخر فهذه غير معقوله فارتاح السيد الرئيس من بعد التشاور بيناتنا ومع السي عبد المنصري باش نكون بجانبه حتى يوم المباراه سوف اكون بجانب فريق المغرب الفاسي ان شاء الله ولكن القياده من ذاك التحيات سوف تكون السي عبد المنصري والطاقم اللي معاه ان شاء الله. ذلك
بون بور الاستقالة ديال بعض الأعضاء ديال المكتب شابة مابقاش راه حسبو كاين البول بلو كتهما يرتاحوش بنا لهم الاستقالة ديالهم صوف الساق مراكشي اللي اتصلت به شخصيا وطلبت منه يستمر معنا في هذه السفينة علاش الساق مراكشي بارمي البيني ديال الفريق وقنعته وتفهم وضعية الجمهوريه الفاسي وقبل باش يبقى يكمل معنا هاد الاهداف الفريق اهداف الفريق الى قلتيو هادي صف هاد ثلاث سنوات وتكون مرود من اللي تيجي بوليتيك ما نلعبش على سافو دير ميلي طابلو ولا لا باش نبقى نتسنى نهبط ولا نعاد ولا نصوبي ولا سافو دير تاع العام اون با جوي وجا سافو دير وجا من الله لو تيتر حنا جاب اون با جوي بور لو سبيس دو دي 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 بروميير رول فوالا شي بما يتعلق بالمباراة لأن كيعلم بأن تاريخ المباراة قريب جدا يعني أنا الالتزام ديالي مع النادي يعني ممكن ليش في الطرف الزمني الوجيز على أنني نغير أي شيء في الفريق لأن من ناحية إلا حفظنا إلا حسبنا حتى الحصص التدريبية من ناحية التكتيكية أو التعامل ديالي أو المونتال ديال الجوار ما يمكنش تكون أن فيدباك ولا تكون إنفلونس ديال الأونترنور على الإفكتيف إذا من المستحب ومن المنطق انا اعتقد انه يبقى التواصل بين الطاقم التقني المتواجد على 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 الفريق واللي كيمشي الامور ولكن انا بتنسيق مع هذا الطاقم ولكن يبقى دائما الثقه الكامله في الطاقم هو اللي سيكمل المقابله ولكن ما بعد المقابله سيستلم الناصر عبد الغني امور ولكن انا رهن اشاره النادي في هذا الظرف الزمني على اساس كمراقب كملاحظ كمساعد اي شيء ولكن على اساس يوم المباراه يبقى الحسم للطاقم الفني المتواجد لعند اتصال بالفريق وبعد هذه المرحله سيبدا عبد الغني الناصري ان شاء الله. اخ كمال السؤال ديالك بزاف الناس بشرف تيتسناو اول شيء تنشكر السيد مروان يعني رئيس فريق المغرب الفاسي على الثقه وعلى التقدير وما يمكن لي الا باش تكون الثقه والتقدير هذا الا انا تنحس بواحد الاعتزاز ولكن اهم شيء هو حب الناس ما تيتكسبش بين عشيه وضحى فاليوم كي قال السيد مروان انني الثقه فاليوم تنشوف تتواجد معايا انا ثلاثه ولا اربعه الجمعيات شخص جمعية القرويين سي محمد الفيلالي اللي اتصلوا بيا ولا السي عبد الرحيم ستراسي كرئيس جمعية مفتوح ولا السي عبد اللطيف والسي عثمان كممثلين للجمعية ديال الفطر كان اتصالات من عدة جماهير وعدة محبين وغيرهم وأنا قلتها في الكلمة ديالي الاستقالة ديالي الاستقالة ديالي كانت واضحة بأننا مسؤولين على ما سيقع المغرب الفاسي في السنه المقبله رغم استقالتنا لان احنا اللي ما هيئناش الظروف الا كانت شي حاجه والا كانت شي نتيجه مزيانه فهي الجميع اليوم مراكش عبد الحق كواحد اتحدث اي كان سبق لنا الخيرات داخل المغرب الفاسي او اقتناء البطاقه ديالو كمحب او كجمهور فريق المغرب الفاسي مراكش عبد الحق سير المسار ديالو ديال سير خمس سنوات او اربع سنوات سنه واحده اللي كانت في منعرج خطير كان فريق المغرب الفاسي في قسم الوطني الثاني و254 منخرط والحيتيات ديالها وحققت الصعود في السنه الاولى ديالي كمسير السنه الثانيه ديالي مع السي خالد بن احد اللي سيرت معه وكانت سنه الحفاظ على المكانه ديال فريق المغرب الفاسي في القسم الوطني الاول وغادرتها وسنتين قضيتهم مع سي مروان بناني وكانت احسن سنتين
في تاريخ فريق المغرب الفاسي الألقاب اللي تحققت والإنجازات اللي تحققت. دونك تيزقاد اون شونج با اون ايكيب كي غان مي الماس ملي يطلبوا منك راه كيقولوا العفو عند المقدره والرجال هي اللي كتمد يديها ملي تمدوا لك الايادي ديال الرئيس الفريق والجمعيات وفريق اللي عندك ارتباط روحي وابدي وجداني بفريق المغرب الفاسي. انا ما عنديش اليوم فريق المغرب الفاسي عاد اللي تيهمني هو التسير ديالو والتسير ديالو. تنشكر الرئيس بزاف لان كان اكثر من هذاك اللقاء البارح اللي تيبشر بوش رانا تنقول لكم باسم الرئيس بدل مجهود كبير باش السنه المقبله غتكون سنه النجاح حتى هي ان شاء الله. لان انا علاش بالمسار ديالي داخل التسيير ماشي كمنخرط بان كان مسار ناجح. فملي شفت ملامح النجاح خير دليل اليوم ملي كتشوف مبادره بادره بان اداء كل مستحقات اللاعبين في موسم 2011-2012 تحملها الرئيس وجابها اليوم. فاليوم هادو بوادر النجاح. دونك حنا سؤال سيد الكريم